كل الناس في العالم سمعت عن تسلا، بس في ناس كتير ما سمعتش عن سبيس اكس ونيورالينك. بس في حاجه جديده موجوده في العالم لسه مكتشفينها الفتره اللي فاتت، وهي الهايبر لوب. الهايبر لوب ده بياخدنا من عالم الخيال الى حقيقه ملموسه على ارض الواقع. مثال، لو كنا بنروح من امريكا للصين في 4 ساعات، دلوقتي الهايبر لوب هيودينا من امريكا للصين ساعتين بس. ان شاء الله هيبقى في حلقة كاملة عن الهايبر لوب هنشرح فيها كل المعلومات عنه. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا وانا اقول لك كل حاجة تخص الموضوع ده. ايلون ماسك واللي عمل 3 شركات تعدت $1 مليار زي سبيس اكس، تسلا، باي بال. اتولد في 28 يونيو 1971، يعني دلوقتي عنده 51 سنة، بريتوريا بجنوب افريقيا. هو الابن الاكبر لاب جنوب افريقي وام كندية. وصل ابوه وامه وهو عنده 9 سنين. وكان دايما يقول ان ايلون ماسك مهتم بالقراية، حتى وهو في الحفلات كان بياخد الكتب بيقرا فيها. كان ايلون ماسك شديد الذكاء، وهو عنده 12 سنة علم نفسه البرمجة وطور لعبة وباعها لشركة $500. وفي المدرسة تعرض ايلون ماسك للتنمر وتعرض للضرب اكتر من مرة، وده كله بسبب ذكائه. ولما تم ايلون ماسك 18 سنة كان الزاما على اي شاب في جنوب افريقيا انه يؤدي الخدمة العسكرية، بس هو كان عايز يحقق احلامه ومفيش حاجة توقفه. خد قرار ايلون ماسك انه يروح عند قرايب امه في كندا، وهو في كندا قرر انه يشتغل عشان يجمع شوية فلوس. بعد فترة حصل على منحة دراسية من جامعة بنسلفانيا، وراح بعد كده للولايات المتحدة الامريكية. بعد ما خلص ايلون ماسك دراسته حصل على شهادتين، واتخصص في شعبتين، الفيزياء والاقتصاد. وبعد كده حصل على الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية من جامعة ستانفورد. واستلف ايلون ماسك من ابوه مبلغ يقدر $28,000 كان يعمل شركة هو واخوه، وكان اسمها زيب 2. لما انشأ ايلون ماسك الشركة هو واخوه كانوا بيجتهدوا فيها جدا. كان ايلون ماسك بينام في مكتب الشركة. بعد 4 سنين من العمل الشاق والمصابرة، ايلون ماسك واخوه في شركة البرمجة اهل شركة كومباك ب$307 مليون. من هنا كانت البداية الجبارة لايلون ماسك لاقتحام العالم كله بافكاره. وبعد كده انشأ شركة تسمى x.com، ودلوقتي الشركة اسمها باي بال. بعد فترة تم طرده من منصب المدير التنفيذي لشركة باي بال. بعد كده استحوذت اي باي على باي بال قبل $1,500,000,000. في الوقت ده حصل ايلون ماسك على $165 مليون من الصفقة دي. من هنا تحولت قصة نجاح ايلون ماسك لقصة نجاح حول العالم. ممكن نفترض لو اي حد مننا وصل للثراء ده كله كان ممكن يصرف الفلوس دي على الكماليات زي السيارات والطيارات والساعات. طبعا كلكم مستنيين نقول لكم ان ايلون ماسك ما عملش كده. عايز اقول لك ان ايلون ماسك عمل كده بس بصورة تانية خالص. ان اشترى ايلون ماسك طيارة وسيارة بتشتغل بالكهرباء. بس ايلون ماسك خد قرار جريء وخطير جدا. طبعا انت عايز تعرف ايه هو القرار ده؟ ما انا جاي عشان اقول. خد قرار ان يطور شركة تسلا والسيارات الكهربائية بتاعتها. استثمر $80 مليون عشان يطور شركة تسلا، واصبح المدير التنفيذي لشركة تسلا. طبعا بفضل افكاره وابتكاراته خلى شركة تسلا من افضل شركات صناعة السيارات في العالم. الوقت ايلون ماسك هياخد قرار اخطر من الاول بكتير جدا. يلا بينا وانا اقول لك ايه هو. وهو ان يستثمر فلوسه كلها في اطلاق صاروخ لشركة سبيس اكس. الشركة دي كانت فاشلة في البداية وفشلوا الوصول للمدار 3 مرات، كلفهم كل فشل $ملايين. وكانوا فشلوا في المرة الرابعة كان ايلون ماسك هيخسر فلوسه كلها. ولكن في المحاولة الرابعة نجح المشروع وحصل على صفقة كبيرة جدا من وكالة ناسا الفضائية. ان الوقت ده وما فشلتش شركة سبيس اكس ولا مرة للوصول للمدار، وكانت دي اول شركة خاصة ترسل اول مركبة فضائية لمحطة الفضاء الدولية. ومن هنا نقدر نقول ان ايلون ماسك علم نفسه علم الفضاء وعلم البرمجة وهو عنده 12 سنة، او بمعنى ايلون ماسك ما بيعرفش الاستسلام. وكان ايلون ماسك في لقاء تلفزيوني مع مذيع وقال لها عقليتي زي عقلية الساموراي، افضل الانتحار على الفشل. الساموراي اليابانيون لا يسمحون لاعدائهم بقتلهم، واذا لم يتمكن من الفوز بيقتل نفسه. بس
السلوك ده خلى ايلون ماسك ما بيعترفش بالفشل، بيعترف بالنجاح بس. احصائيات بتقول ان ايلون ماسك بيشتغل بين 80 ل 100 ساعه في الاسبوع، ده لازم ينجح، ده ربنا بيقول ان لا نضيع اجر من احسن عملا. يلا بينا نعرف انجازات ايلون ماسك على ارض الواقع. اسس ذا بورينج كومباني وسبيس اكس، رئيس التنفيذي لشركه تسلا، والرئيس التنفيذي لشركه نيورالينك، رئيس مجلس اداره سولار سيتي، والرئيس المشارك لشركه اوبن اي اي. هو صاحب فكره الهايبر لوب اللي هنعمل عليه حلقه كامله. دلوقتي عنده 51 سنه وتقدر ثروته ب 233 مليار دولار. دي قصه نجاح ايلون ماسك، ويا ريت كل الناس تكتب لي في الكومنتات ايه هي قصه النجاح الملهمة بالنسبة لك وانا اتكلم عنها. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك عشان نوصل لأكبر عدد من اللايكات. اشوفكم على خير، السلام عليكم.